لا وهن ما بيعرفوا شو عم يشتغلوا بس ايفون يشتغل. شو كده لي كبوت دش الطيران الروسي يقصف مدينة حلب صباحا مساء. حلب مدينة حلب تباد بقصف الطيران الروسي وطيران الأسد، أكثر من 40 غارة جوية كل يوم ما عدا أكثر من 20 برميل متفجر يسقط على الأحياء وعلى رؤوس المدنيين. هنا عائلة تحت الأنقاض، أحدهم على قيد الحياة يحاول الدفاع المدني بكامل جهده أن يخرج، وأيضا هناك شهداء وأشلاء في الداخل تحت الأنقاض. طبعا القصف لا يستثني مناطق المدنيين في كل أحياء مدينة حلب، إن كانت في الأحياء الشرقية وإن كانت في الأحياء الغربية من المدينة. كل يوم يسقط مجازر في مدينة حلب بسبب القصف الروسي وأيضا قصف قوات النظام بالطيران المروحي والطيران الميغ. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرار الهجم الشرسي من قبل قوات النظام على احياء حلب مدني بقصف همجي عنيف بشكل لا يوصف. يعني الان استهداف حيز مجدي بطريق الباب بثلاث صواريخ فراغيه مما ادى لتهدم تهدم منازل فوق ساكنيها. الان عائلات تحت الانقاض، اطفال ونساء منهم خرجوا عايشين، لسه عم نحاول نجي الضحايا. في شخص الان عايش تحت الانقاض. من عدد القصف على الاحياء الغربيه مثل السكر، جسر الحج، المناطق الغربيه يعني عم بخسر الجبهات، بيجي فيش اهرب للمدنيين. يعني قصف شيء لا يوصف. حسبي الله ونعم الوكيل، شكرنا منها الله احسن شيء. ان شاء الله ثابتين وصامدين بهالبلد، وان شاء الله نصر لنا ان شاء الله. لا بنعمل حتى وصلنا. مدني وهذا بيتي، بارك ببيتي من قبل الاحداث، قبل الثوره هذا هو بيتي، ما طلعت ولا راح اطلع. بيتي ليش عمال بيضربونا؟ بأي سبب؟ أنا بيتي. إذا عمال بيقولوا إني حاضنت إرهاب للفلسطينيين اللي صمدوا في بلادهم، هن حاضنت الإسرائيليين. نحن صامدين في بيوتنا وما رح نطلع، رح نندفن جوات هالبيوت. هذا بيتي ومن صار لي ساكن فيه أكثر من 20 سنة. ليش قصفنا؟ بارك بأمان الله أنا وعيالي ننقصف على أي أساس؟ جيراني هون عائلة كاملة اندفنت تحت الأنقاض، هنيك جارتنا بالمستشفى، ابن عسكري عند النظام. ليش على اي اساس؟ يا ابني يا طلع امك، تعال شوف امك ايش صار فيها، تعال شوف اهلك ايش صار فيهم، وانت لسه بارك عمال تخدم عند النظام. ما بنقدر نحكي اكثر من هيك. شوفوا ايش صار فينا. حسبي الله ونعم الوكيل. تم الاحتلال الطيران الروسي بالقصف عشوائي على حي المعصرانيه، وتم من وراء القصف هاد عائله كامله تحت الانقاض. تم رجل واحد، وهي الاشلاء هون موجوده، هي الاشلاء موجوده هون. يعني اشلن على دول. طيب انت عم تضرب، انت بدك تصير زلمه، تصير على الارض، تصير على الارض، لا تجي على المدنيين وتضرب المدنيين. بدنا تصير زلمه على الارض، ما بدنا انه بالجو. انت نزول من الجو على الارض وشوف شلون اللي عمال ما عم تحقق انتصارات على الارض، عم تشتف بالمدنيه. يعني بس في الله. قول يا رب. الف من الشباب انا وياك. قول يا الله. ضل سكور الله عز وجل. نحن مسلمين قويين، ما هيش سكيرة، لا بريبين ولا سوريين. ان شاء الله، ان شاء الله. ايه، ايش بك يا اخي كمان يا خايف؟ كمان بس عليك. هلا هيك خليني اشيلها دول. هلا يبتدى على الحيط. شوي هذا ما وصل لك اياه اول ما بلشت.
صب لك مي؟ شوي صب لك عود شوي يا شباب مي اذا في مي مي